عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ محمد بكي من ثانوية التقنية الإعدادية، مديرية الإقليمية بويميم، الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية جهة بويميم ودن. اليوم سوف نقوم بشرح بعض دروس الفيزياء. سوف نبدأ بدرس تطبيقات الانتشار المستقيم للضوء، الذي من بين أهم أهدافه سوف نتعرف على إنشاء الصورة المحصلة عليها بالعلبة المظلمة، ثم معرفة أنواع الظلال وتفسيرها، تمثيل أنواع الظلال باعتماد نموذج الشعاع الضوئي، وأخيرا تفسير ظاهرتي الكسوف والخلف. لكن قبل ذلك سوف نقوم بتذكير بسيط لما رأينا في الدرس السابق. في الدرس السابق تعرفنا على أوساط انتشار الضوء، فالوسط الشفاف تعرفنا على أنه هو الوسط الذي يسمح بمرور الضوء ومية الأشياء من خلاله بوضوح، مثل الزجاج والهواء والفراغ. ثم الوسط النصف الشفاف هو الوسط الذي يسمح بمرور الضوء لكننا لا نرى الصورة من خلاله، مثل لا نرى الصورة بوضوح، نراها بالخيال يعني لا تكون واضحة، مثل الأنسوب ورقم زيت والزجاج اللبني أو ما يسمى كذلك الزجاج البلوري. ثم الوسط المعتم وهو ليس بوسط انتشار الضوء، هو الوسط الذي لا يسمح لا بمرور الضوء ولا برؤية الصورة أو الأشياء مثل الخشب والجدر والحجر. بالإضافة إلى ذلك تعرفنا على مبدأ انتشار مستقيم الضوء، إلى بعد تجارب وصلنا إلى أن الضوء ينتشر بشكل مستقيم، فقلنا أن الضوء ينتشر الضوء في الوسط الشفاف والمتجانس وفق خطوط مستقيمة في جميع الاتجاهات. ثم استطعنا أن نمثل أو نقوم بتمثيل كل شعاع ضوئي بواسطة مستقيم يحمل سهم، هذا السهم يدل على منحى انتشار الضوء. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الحزمة الضوئية، وقلنا الحزمة الضوئية هي عبارة عن مجموعة من الأشعة الضوئية المنبثقة من منبع واحد، فميزنا هنا بين الحزم الضوئية المتفرقة، هذه حزمة ضوئية متفرقة، ثم حزمة ضوئية متجمعة تتجمع فيها الأشعة في نقطة واحدة، ثم أخيرا تحدثنا عن الحزمة الضوئية الأسطوانية أو المتوازية كما تسمى. ثم بالإضافة إلى ذلك تحدثنا عن سرعة الضوء، فقلنا أن الضوء ينتشر بسرعة كبيرة في الهواء والفراغ تقدر ب 100,000 كيلومتر على الثانية أو 100 مليون متر على الثانية. ثم تحدثنا عن السرعة الضوئية وهي وحدة قياس المسافة الكبيرة التي توجد بين الكواكب، حيث السرعة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة واحدة، وقد قدرت بالكيلومتر ب 9.46 10 أس 12 كيلومتر. إذا هذا كل ما تعرفنا عليه في الدرس السابق، أما درسنا اليوم سوف نستهله بهذه الوضعية التي تقول في نهاية القرن العاشر تم التعرف على ظاهرة العلبة المظلمة، حيث تم الاعتماد عليها من قبل العلم العربي وتحديدا من قبل ابن الهيثم الذي طبق مبدأ العلبة المظلمة لشرح تكوين الصورة المرئية في العلم. إذا هذه صورة للعلبة المظلمة. فيبقى السؤال، ماذا يقصد بالعلبة المظلمة؟ العلبة المظلمة هي عبارة عن صندوق معتم أحد جانبيه نصف شفاف ويكون مصنوع من زجاج باللون أو ورق الكسوف والذي يلعب دور الشاشة، والجانب الآخر يحتوي على ثقب بفتحة صغيرة تسمى الحجاب ستيلوبي الذي تدخل منه الأشعة الضوئية. هذه العلبة المظلمة فهي تعطي لصورة أي شيء صورة مقلوبة كما نشاهد هنا لشمعة، لكن حصلنا على صورة مقلوبة هنا للشمعة. فيبقى السؤال، كيف نفسر هذه الصورة المقلوبة المحصلة عليها بالعلبة المظلمة؟ من أجل الإجابة على هذا السؤال سوف نقوم بالتجربة التالية. تقول التجربة، تضع جسم مضيء أبي أمام حجاب علبة مظلمة. عوض أننا ندير التجربة سوف يمكن الاستعانة بهذه المحاكاة. نعم، إذا لاحظوا جيدا هذه شمعة أبي، لاحظوا أن صورتها مقلوبة. إذا لماذا هي مقلوبة؟ بكل بساطة سنعيد. نعم جيد، إذا لم نلاحظ
أن هذه الصورة مقلوبة بسبب الانتشار المستقيمي للضوء لأننا حصلنا عليها انطلاقا من وصول هذين الشعاعين إلى الشاشة. إذن بكل بساطة يمكن القول أن الصورة المقلوبة على شاشة العبر المظلمة تكون بسبب الانتشار المستقيمي للضوء. جيد، هذه تبيانة توضح ذلك. هذا شيء أرضي، صورة أقرب بكثير فهي مقلوبة كما قلت بسبب الانتشار المستقيمي للضوء. إذن تفسر الصورة المقلوبة المحصل عليها بواسطة العبر المظلمة بالانتشار المستقيمي للضوء. سأضيف هنا تبيانة أخرى. لاحظوا هذه التبيانة، كذلك هناك شيء أرضي وهناك صورة أقرب بكثير. إذن ماذا تلاحظين؟ هناك فرق بين هاتين الصورتين. نعم أكيد هناك فرق، الفرق يكمن في طول الصورة هنا بالمقارنة مع سابقتها. إذن هنا الصورة أقرب بفريم أكبر من سابقتها. ترى لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ إذا حققنا جيدا في الشكل تتضح أن المسافة بين الشيء هنا والحجاب صغيرة بينما هناك هي كبيرة. إذن السبب يعود إلى هذه المسافة بين الشيء والحجاب. كلما كانت هذه المسافة صغيرة كلما كان طول الصورة أقرب بفريم كبير، والعكس صحيح. إذا نقول هنا أن طول الصورة المحصل عليه يتعلق بالمسافة بين الجسم والحجاب، حيث تكبر الصورة إذا صغرت هذه المسافة. هذه صورة أخرى للعبر المظلمة. لاحظوا الآن الصورة الثالثة والثانية. لاحظوا هنا أن الصورة أقرب بفريم أكبر من سابقتها. لماذا يا ترى؟ هل السبب يعود إلى المسافة بين الشيء والحجاب؟ لا، لأن هناك نفس المسافة في الحالة الثالثة والحالة الثانية، ولكن السبب يكمن في المسافة بين الحجاب والشاشة، حيث هنا مسافة كبيرة، يعني طول العلبة المظلمة هنا أكبر من طول العلبة المظلمة في الحالة الثانية. إذا هنا كذلك نقول أن طول الصورة يتعلق بالمسافة بين الحجاب والشاشة، حيث هناك إذا كبرت هذه المسافة تكبر معها الصورة. بالإضافة إلى هذين العاملين اللذان يؤثران على طول الصورة، فهناك عامل ثالث وهو قطر الحجاب. قطر الحجاب، فإذا كان قطر الحجاب كبير فإننا نحصل على صورة كبيرة ولكنها غير واضحة، تكون مضببة إن صح التعبير. بينما إذا كان قطر الحجاب صغير فإن الصورة تكون أكثر وضوحا، فنقول ما تصبح الصورة أكثر وضوحا إذا صغر قطر الحجاب. إذا الدرس أو عنوان درسنا اليوم هو تطبيقات الانتشار المستقيمي للضوء. تعرفنا فيه على العبر المظلمة، قمنا بتعريفها، وهذا شكل يوضح الصورة وطبيعة الصورة التي نحصل عليها بالعلبة المظلمة بسبب الانتشار المستقيمي للضوء. وتحدثنا كذلك على العوامل التي تؤثر على طول الصورة، فقلنا هناك المسافة بين الجسم والحجاب، المسافة بين الحجاب والشاشة، ثم كذلك قطر الحجاب. نعم، إذا الآن سنمر إلى محور آخر وهو يتعلق بالظلال، يعني الهدف الثاني للدرس. فنستهل بهذه الوضعية التي تقول: يرتكز مسرح الظل على الحصول على ظلال من حيوانات مختلفة على شاشة بيضاء مضاءة كما نشاهد هنا. إذا يبقى السؤال الذي يهمنا هو كيف تتكون هذه الظلال؟ للإجابة عن هذا السؤال سنقوم ببعض التجارب، وسنميز هنا إذا بين حالتين إذا استعملنا منبع ضوئي نقطي ومنبع ضوئي غير نقطي. منبع ضوئي نقطي، إذا ماذا يقصد بالمنبع الضوئي النقطي؟ المنبع الضوئي النقطي هو منبع الذي يمكن اعتباره عبارة عن نقطة ضوئية واحدة. إذا سوف نشاهد هذه المحاكاة. نعم، سأعيد تشغيلها. إذا لاحظوا معي هنا، هذا منبع ضوئي يمكن اعتباره عبارة عن نقطة واحدة، هذا جسم ثم شاشة. إذا عند تشغيل هذه المحاكاة لاحظوا هنا أن بسبب الانتشار المستقيم للضوء نحصل على مجموعة من المناطق على الشاشة وكذلك على الجسم. إذا هنا نميز بين الظل المحمول، هذا يسمى الظل المحمول وهو البقعة السوداء الموجودة على الشاشة، ثم هناك الظل الخاص وهو الذي يوجد على الكرة وهو جزء مظلم على الجسم هنا على الكرة، ثم هناك يمكن الحديث عن
منطقة في الفضاء بين الكرة والشاشة مظلمة تسمى بمخروط الظل. وكما قلت فالأمر يفسر بالانتشار المستقيمي للضوء. نعم، إذا هذا تبيان توضح ما قلنا. إذا هذه شاشة، هذا منبع نقطي، هذه كرة. إذا بسبب انتشار المستقيم للضوء يمكن أن نميز بين الظل الخاص الموجود على الكرة وكذلك الظل المحمول على الشاشة بالإضافة إلى مخروط الظل. هنا منطقة مضاءة على الشاشة، إذا فهي مضاءة تسير إليها أشعة الضوء. ثم هناك مخروط الظل وهو الجزء المظلم في الفضاء الموجود بين الكرة والشاشة. إذا نفسر كما قلنا تكون هذه الظلال دائما بمبدأ الانتشار المستقيم للضوء، حيث ميزنا بين ثلاثة مناطق: جزء غير مضيء على الكرة يسمى الظل الخاص، ثم منطقة مظلمة على الشاشة تسمى الظل المحمول للكرة، ثم جزء مظلم في الفضاء بين الكرة والشاشة يسمى بمخروط الظل. الآن سوف نمر إلى الحالة الثانية، هي عندما يكون لدينا منبع غير نقطي. إذا سنشاهد هذه المحاكاة. نعم، سأعيد تشغيلها. إذا هذا منبع ضوئي غير نقطي، يعني بحجم كبير. هذا كرة أو جسم، ثم هناك شاشة. عندما نشغل نلاحظ دائما هناك البقعة المظلمة على الشاشة وهي الظل المحمول، ثم هنا يمكن الحديث دائما عن الظل الخاص الموجود على الكرة، ثم مخروط الظل. لكن الجديد هنا في هذه الحالة هو وجود منطقة شبه مضاءة تحيط بالظل المحمول. هذه المنطقة تسمى بالشبه الظل. ثم كذلك هناك منطقة أخرى شبه مضاءة في الفضاء بين الكرة والظل المحمول، وهي تحيط بمخروط الظل، تسمى بمخروط شبه الظل للكرة. فدائما إذا لاحظنا هنا فإن يمكن أن نفسر تكون هذه الظلال بالانتشار المستقيم للضوء. يمكن لنا أن نؤكد ذلك بمحاكاة ثانية. لاحظ هنا، إذا لدي هنا منبع غير نقطي يعني حجم كبير، كرة ثم شاشة. عند تشغيل لاحظ الأشعة الضوئية تنتشر وفق خطوط مستقيمية لتكون لنا الظل المحمول والظل الخاص، ثم شبه الظل ومخروط الظل بالإضافة إلى مخروط شبه الظل الذي يحيط بمخروط الظل. نعم، إذا هنا نقول أنه بالإضافة إلى يمكن أن نبدأ هنا بتجسيد ما رأيناه في هذه التبيانة. إذا لاحظوا منبع غير نقطي كرة، إذا سوف نشاهد هنا الظل المحمول ثم الظل الخاص ثم بانتشار شعاعين آخرين يمكن أن نحصل على شبه الظل، ثم المنطقة المضاءة دائما التي لا يسير إليها الضوء، ثم مخروط شبه الظل هو الذي يحيط بمخروط الظل الموجود في الفضاء بين الكرة والشاشة. إذا هنا نقول إذا الكرة معتمة بواسطة منبع ضوئي غير نقطي، نميز بالإضافة إلى الظلال الصالحة المحصل عليها بالمنبع النقطي بين شبه الظل وهو المنطقة الأقل إضاءة المحيطة بالظل المحمول، ثم مخروط شبه الظل وهو الفضاء الأقل إضاءة الموجود بين الجسم والشاشة. إذا هنا إذا افترضنا أن هناك ملاحظ في المنطقة المضاءة، ما الذي سيشاهد؟ هل سيشاهد المنبع الضوئي أم لا؟ أكيد نعم سوف يشاهدون، لأن الأشعة سوف تصل إليه. لكن هذا الشخص إذا وجد في منطقة شبه الظل فإنه سوف يرى جزءا من هذا المنبع، لن يرى المنبع بأكمله. أما إذا كان هذا الملاحظ في منطقة الظل المحمول فإنه أكيد سيكون في الظلام، وبالتالي فإنه لن يشاهد المنبع نهائيا. هذا سنسجله كملاحظة. ثم بالإضافة إلى ملاحظة ثانية، فإن طول هذا الظلال فهو متعلق بالمسافة بين المنبع والجسم. فإذا قربنا هذه الكرة نحو هذا المنبع الضوئي فإن الأشعة سوف تتباعد، وبالتالي سوف يكون طول الظل أكبر. أما إذا قربنا الجسم نحو الشاشة فإن الظل سوف
يكون صغير صغير. اذا هذيك ملاحظه، اذا وجد ملاحظ في منطقه المضيئة فإنه يرى المنبع الضوئي كاملا، أما إذا وجد في الظل المحمول فإنه لن يرى المنبع نهائيا، أما إذا وجد في شبه الظل فإنه سوف يرى جزءا من المنبع الضوئي. الملاحظة الثانية هي أنه يزداد حجم وطول الظل المحمول عندما تنقص المسافة بين الشيء والمنبع الضوئي، أو تزداد المسافة بين الشيء والشاشة كما شرحت. هناك ملاحظة أخيرة هي لون الظل، فهو يكون دائما اسودا مهما كان لون الضوء المنبع، شيء طبيعي لان الظل هو غياب الضوء، اذا فلا علاقه له بلون الضوء المستقبل. اما الان اعزائي التلاميذ سوف نمر الى شرح ظاهرتي الكسوف والكسوف. اذا هذه صوره لكسوف الشمس والاخرى لكسوف القمر، فيبقى السؤال ماذا يقصد بالكسوف والكسوف؟ سوف نبدأ بكسوف الشمس. الكسوف والخسوف هما ظاهرتان تحدثان بين الفينة والأخرى، فالكسوف هو اختفاء الشمس في واضح النهار لبضع دقائق، أما الخسوف فهو اختفاء القمر في الليل كذلك لبضع دقائق. إذا سوف نشاهد هنا شريط أو فيديو يوثق لكسوف الشمس. إذا لاحظوا معي هنا، إذا نلاحظ اختفاء الشمس لدقائق ثم بعد ذلك سوف تعود لترسل أشعتها إلى الكرة إلى الأرض أو إلى الكرة الأرض. نعم، فيديو خاص بخسوف القمر. إذا لاحظوا هنا، هناك نشاهد القمر لكن سوف يختفي عنا لبضعات او الاقل لبضع دقائق، ثم يعود هو الاخر ليرسل اشعته نحو الارض. نعم جيد، اذا شكرا. فيبقى السؤال المطروح، كيف نفسر حدوث الظاهرتين، اي ظاهره الكسوف والكسوف؟ سوف نبدا هنا بظاهره كسوف الشمس. إذا كسوف الشمس، هذه تبيانة أو صورة توضح هذه الظاهرة. إذا نلاحظ كملاحظة أولية أن أثناء كسوف الشمس فإن الشمس والقمر والأرض يكونون على استقامة واحدة، وبالضرورة أن القمر يكون، أو نسجل هنا أن القمر يكون في الوسط، يعني يكون بين الشمس والأرض. هنا نشاهد أن وجود القمر هنا يمكننا من الحصول على ما رأيناه في الظلال. إذا في هذه النقطة الحمراء فيمكن الحديث عن الظل المحمول، وهنا على شبه الظل، ثم هنا المنطقة المضاءة. إذا وجد ملاحظ في منطقة هنا، يعني في منطقة الظل المحمول كما قلنا في الملاحظة السابقة، فإنه لن يرى المنبع الضوئي، إذا لن يرى هنا الشمس، وبالتالي نتحدث لن يراها كليا، نتحدث عن ما يسمى بكسوف كلي. اما اذا وجد في هذه المنطقه الاخرى فانه سوف يشاهد جزءا من الشمس، وبالتالي يتحدث هنا عن الكسوف، عفوا عن الكسوف الجزئي. اما اذا ملاحظ رقم ثلاثه فانه سوف يشاهد الشمس، وبالتالي فلا وجود للكسوف عند هذا الشخص. اذا انطلاقا من الصوره يتضح ان ظاهره الكسوف عفوا تحدث او تفسر بالانتشار المستقيم للضوء. اذا كسوف الشمس، يحدث كسوف الشمس عندما تكون الشمس والارض والقمر على استقامه واحده، حيث يكون القمر بين الارض والشمس. اذا كما شرحت، اذا وجد ملاحظ في الظل المحمول للقمر فانه يشاهد كسوفا كليا، اما اذا وجد في شبه الظل فانه يشاهد كسوفا جزئيا. وهذه شكل يوضح ما قلنا، اذا لاحظ القمر بين الشمس والارض بسبب انتشار مستقيم الضوء، نحدد هنا الظل المحمول حيث يحدث كسوف كلي، والظل شبه الظل سوف يحدث فيه كسوف جزئي. اما في هاتين المنطقتين، المنطقه المضاءه والظل الخاص للارض، يعني المنطقه التي يوجد بها ظل، فان لا يمكن الحديث فيها عن الكسوف. إذا هنا كسوف جزئي، ثم في الظل المحمول نتحدث عن كسوف كل. نعم، الآن سوف ننتقل للحديث عن خسوف القمر.
إذا خسوف القمر سوف نشاهد هذه المحاكاة. إذا لاحظوا هنا سوف نشغل المحاكاة. لاحظوا القمر أنه يتحرك يدور حول الأرض، وبالتالي إذا وجد في هذه المنطقة وهي مخروط ضمن الكرة الأرضية فإننا نتحدث عن خسوف كلي للقمر. أما إذا دخل إلى هذه المنطقة أو المنطقة السفلى يعني منطقة شبه الظل فإننا نتحدث عن خسوف جزئي. نلاحظ هنا أن للحديث عن الخسوف القمر تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، ولكن هنا الأرض تكون في الوسط والقمر يكون في مخروط ظل الأرض. إذن هذه صورة تبين ما رأينا، الشمس الأرض ثم القمر على استقامة واحدة والأرض هنا في الوسط، بينما في الكسوف يكون القمر في الوسط. القمر يوجد في مخروط ظل الأرض، إذا وجد هنا نتحدث عن كسوف كلي، أما إذا وجد في منطقة شبه الظل فإننا نتحدث عن كسوف جزئي. إذا كما قلنا كسوف القمر يحدث كسوف القمر عندما تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، حيث تكون الأرض بين القمر والشمس. يكون الكسوف كليا إذا كان القمر في مخروط ظل الأرض، ويكون جزئيا إذا كان القمر في مخروط شبه ظل الأرض. هذه صورة أو عفوا تبيها لتؤكد ذلك. الثلج على استقامة واحدة والأرض في الوسط، الشمس ترسل أشعتها، فعندما يكون القمر في مخروط ظل الأرض نتحدث عن كسوف القمر، وإذا خرج من مخروط ظل ودخل إلى شيء مخروط ظل نتحدث عن كسوف جزء جزء. إذا هذا كل ما في الدرس. كان سنمر إلى تطبيق أو تمرين تطبيقي. إذا السؤال الأول أجيب بصحيح أم خطأ. إذا السؤال يقول تعطي العلبة المد لمصورة معتدلة بمعنى غير مقلوبة، هذا صحيح أكيد خطأ. ثم الجملة التي تقول أو العبارة التي تقول تكبر الصورة المحصل عليها بالعلبة المظلمة إذا صغرت المسافة بين الشيء والحجاب، الجواب صحيح. ثم الجملة الثانية تكبر الصورة المحصل عليها بالعلبة المظلمة إذا صغرت المسافة بين الحجاب والشاشة، إذا هنا خطأ بطبيعة الحال. ثم يحدث الكسوف إذا كانت الأرض بين الشمس والقمر، أكيد خطأ إنما إذا كان القمر بين الأرض والشمس. ثم نعاين كسوفا كليا إذا كنا في الظل المحمول للقمر على الأرض، بطبيعة الحال صحيح. ثم الآن تمرين تطبيق آخر ذكر باسم كل منطقة المشار إليها هنا. إذا رقم واحد كما رأينا هي شبه الظل، المنطقة رقم اثنان مخروط شبه الظل، المنطقة رقم ثلاثة ليست بمنطقة هنا وإنما بجهاز فهو منبع ضوئي غير نقط. رابعا إذا نشاهد هي منطقة مظلمة على الكرة تسمى ب الظل الخاص. ثم خامسا هي منطقة كذلك مظلمة بين الكرة والشاشة وبين جسم الشاشة تسمى بمخروط الظل. ثم سادسا هي منطقة مظلمة على الشاشة تسمى بالظل المحمي. بالإضافة إلى هذين التمرين التطبيقيين هناك تمارين إضافية يمكنكم القيام بها. هذا تمرين أرسم الصورة المحصلة بالعلبة المظلمة لكل حرف من الحروف التالية، لأن كلمة فهو سوف تحاولون هنا الأسفل أن تقوموا برسم صورة كل حرف الذي سوف تحصلون عليه بالعلبة المظلمة، إذا الصورة التي سوف تحصلون عليها بواسطة العلبة المظلمة. تمرين آخر يقول نضع شيء أبي على بعد 2 سنتيمتر من حجاب علبة مظلمة طولها 4 سنتيمتر فنحصل على صورة أقريب بقريب كما تشاهدون. السؤال يقول الأول ارسم الأشعة الضوئية التي مكنت من الحصول على هذه الصورة. ثم ثانيا أعد رسم الشكل والأشعة الضوئية في الحالات التالية. الحالة الأولى عندما قمنا بتقريب الشيء نحو الحجاب ب1 سنتيمتر لأنه يبعد ب2 سنتيمتر. ثم الحالة الثانية عندما نقلص طول العلبة المظلمة ب1 سنتيمتر. وأخيرا كيف يتغير طول الصورة في كل حالة من الحالات السابقة، بمعنى هل يكبر الطول أم يصغر طوله.
إذا شكرا على حسن انتباهكم، وموعدنا إن شاء الله مع درس آخر في مادة الفيزياء. شكرا مرة أخرى.